أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أنه بعد موافقة اللجنة التنسيقية وبناء على آخر المستجدات والمعطيات، فقد تقرر تحديث بروتوكول الجرعة المنشطة للمتطعمين المتعافين، بحيث يمكن لهذه الفئة أخذ الجرعة المنشطة بعد 12 شهرا من تاريخ الإصابة بالفيروس. وأكد الفريق الطبي بأن القرارات المتخذة بخصوص التطعيمات والجرعات المنشطة تأتي وفقا لآخر المستجدات والدراسات التي تتم من قبل المعنيين في لجنة التطعيمات، إلى جانب آخر الدراسات العالمية في هذا الشأن، داعيا جميع من لم يأخذ التطعيم حتى الآن للمبادرة للتسجيل للحصول عليه، وكذلك الفئات المؤهلة من المتطعمين للمبادرة لأخذ الجرعة المنشطة.